عليكم أصدقائي الأحبة، وصلنا الآن إلى الدرس 75 وكلمة begin، فعل begin. سوف نتعلم استخدامات هذا الفعل في دقيقتين مع مرادفات كلمة begin. هدفنا حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، 20 كلمة جديدة تقريبا. الحصول على هذا الهدف ركز معي جيدا الآن حتى تحفظ أكبر كمية ممكنة. Get ready, اجهز. Write all the phrases. So you need a notebook and a pencil. Just 2 minutes and repeat after me 5 times aloudly. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، وشارك هذا الفيديو مع أصدقائك. وهيا لنبدأ في هذه الحلقة. كلمة begin تأتي بمعنى بدأ أو يبدأ، استهل أو أخذ في أو وقع. مثال في جملة: I cannot begin to understand the person that thought of that. لا أستطيع البدء في فهم الشخص الذي فكر في ذلك. I cannot begin to understand the person that thought of that. المثال الثاني: he was inspired to begin work on a book about it from an African point of view. كان مصدر إلهام لبدء العمل في كتاب حول هذا الموضوع من وجهة نظر أفريقية. He was inspired. هو كان مصدر إلهام لديه to begin، أو كان ملهم to begin ليبدأ work on، ليبدأ بالعمل on a book، بكتاب about، حول it from an African point of view، من وجهة نظر أفريقية. He was inspired to begin work on a book about it from an African point of view. أما أهم مرادفات كلمة begin: start بدأ، preface استهل، open and set. هذه أهم مرادفات كلمة begin. الآن حاول أن تكون جملة مستخدمة فيها كلمة begin. اكتبها أسفل هذا الفيديو في التعليق حتى استفاد من الآخرون. انتظرنا في الدرس 76 مع كلمة جديدة، كلمة behind. behind كلمة مهمة جدا في الدرس 76، كلمة behind. سوف أتعلم أسرار هذه الكلمة. شكرا لك على المتابعة، واستمر بالمثابرة بتعلم اللغة الإنجليزية. إلى اللقاء.